أهلا وسهلا الجيش الاسطرلابي، أكبر تحية لأطيب شعب وأحلى شعب في الكرة الأرضية هو شعب عمان وأهل عمان. اليوم أفترياكم على شوارع البحرين أو على التركات في البحرين أو على العرباين في البحرين، على الأيدي البحرينية في البحرين في شارع المركادو، نسألهم ونشوف ويش يعرفون عن معلومات عن عمان وعن السلطان الحالي في عمان وعن كم منطقة في عمان. حبايبي اقطع وتعال شوف الجمهور العماني والجيش الاسطرلابي. ابو جاسم الوريد، هي الطبيعه، براك طبيعه وقول لي في وينه، هي الطبيعه في وينه ابو جاسم؟ ان شاء الله. هذا عمي هذه الصوره عمي في الخليج. في الخليج؟ في الخليج. وقول لي هالصور في أي دولة في الخليج؟ في الخليج ماشي. دي صلالة ماشي. أوف، هاي ما كملت أنت الصورتين. ماشي 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 ماشي. هذه الطبيعة في سريلانكا. في الخليج هذه. هاي في الخليج؟ في الخليج. هاي عجل في عمان. إيه. ما يحتاج. صلالة ما يحتاج. لا مش عارف بصراحة. لا ما يصير عمي. نفسها طلع. هي صلالة برضو؟ برضو صلالة. آه. أول ما شفتها عمي ما تخيلت إنها برا الخليج؟ آه برا الخليج طبعا. من المناظر ولا شفتها خالد؟ آه طبعا. هاي غالبا عمان. كلهم في البحرين دلنا. أكيد. 100% ما يبغى. لا تبتشيني. تقريبا عمان. تقريبا. أكيد. صلاه تقريبا. قلبي بيقول عمان. مي اوروبا. لا 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 عمان. حد الله بيننا بين اوروبا. عمان. متاكد ان شاء الله. توكلنا. اجابه صحيحه. صلاله عمان. كده جبتها عمي. ها معروف بعد شلاله. يعني انا بين منطقتين. حلو. وين؟ بين عمان وبين السعوديه. اتوقع عمان. اوف عمان. عمان شكله عمان. اكيد عمي. كأن عمان. عمان عمي ما ينبلع كلام حبيبي. زين عم الوريد، اسم السلطان الحالي في عمان؟ هيثم بن طارق. عاد هني الصراحة عاد تحرجني الصراحة. نسيت. السابق تعرفه؟ السابق مين ما يعرفه بعد المرحوم الله يرحمه. قابوس بتعرفه؟ قابوس هي أكيد أعرفه. بس الحالي ما تعرفه؟ لا الصراحة نسيت اسمه. كلش عمي. كلش. إليكم يا جمهور اللي يعرف السلطان الحالي، اكتب لي في التعليقات من هو السلطان الحالي في عمان. إليكم يا جمهور. انزين تقول ايش؟ هيثم بن طارق. السلطان هيثم بن طارق. اسم السلطان السابق في عمان اسمه قابوس. السلطان قابوس. اه هيثم اتوقع هيثم. والسابق؟ السابق قابوس. قابوس ما ادري والله. كان قابوس بس ما ادري عقب. كان قابوس وسه. الله يرحم قابوس. الله يرحمه بس ما ادري يا. الحالي ما ادري. اه الرجل القديم عن هيثم بن طارق. هيثم بن طارق. منو؟ هيثم بن طارق. هيثم بن طارق. اه سيف بن سعيد. السلطان الحالي سيف بن سعيد. لا سيف بن سعيد اكيد. عفوا عليك. صح سهل. هي فيها طارق على ما اعتقد. جربتك انا. هو مو نهيان. طالما يعني طالما قول السؤال ثاني. هيثم بن طارق او طارق بن هيثم؟ لا هيثم. هيثم بن طارق. عني اسم السلطان السابق في عمان؟ سلطان قابوس. والله ما في بالي للاسف. خلنا اعطيك اياها 100% من الاسطرلاب. هيثم بن طارق. نعم هيثم بن طارق. هيثم بن طارق. زين عم الوريد، عمله عمان؟ ريال عماني. ريال عماني. الريال العماني عمي. الحالي ما اعرفه بس اللي اعرفه قابوس. قابوس الله يرحمه. الله يرحمه. الحالي؟ الحالي ما اعرفه. زين عمي عطني اسم خمس مناطق في عمان. صلالة. صلالة. مسقط. مسقط. هاي اللي اعرفها. اكيد عمي. هي. ما تعرف زيادة. بس عمي نفس ما شفنا البحريني يتوهق بين صلالة ومسقط. فانتون يا جمهور يا حبايبنا كتبوا لنا في التعليقات ولعوا الدنيا اللي يعرف اسامي خمس مناطق في عمان. اكتب لي في التعليقات خمس المناطق في عمان علشان يعرفون اهل عمان ان البحرينيين يعرفون مناطقكم ويعرفون دياركم. ما دل ما رحت عمان انا عشان اعطيك. حاول كم واحده. حاول في بلد في واحده منطقه ما حد فيها. صلاله يعني اكيد كلها واحده. وين بعد؟ تعال يا علي قدنا وش سماع عمان ما ادري وين. قول منطقه مناطق بعمان غششنا له. مسقط. مسقط اثنين.
صحار صحار. اكو قال لك خلاص تعال خدم يعطونك جائزه تعال. صلاله صلاله بصراحة ما يحضرني اللي هو أسماء المناطق مال عمان يعني ما رحتها طبعا بس إنه سمعت عنها واجد. ولا لو أقرب لك أقول لك مسقط. مسقط ومسقط صحار 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 واحدة العين عمان. لا لا ما أدري والله ما أعرف الأجوبة. عاصمة عمان شو اسمها؟ حلو أنت قلت لي صلالة. حلوة صلالة. ما أعرف والله ما أعرف. مسقط عندي. مسقط هذه العاصمة. طيب وصلنا ثلاثة. بالي وحقتني الحين. لا سهلة يعني. صحار. صحار حلو وحدة. بس هلا اللي. لا بعد في اللي هي العاصمة. مسقط. مسقط. بس خوك وحقتني. بعد عندي صلالة. عندي صلالة. صلالة. ثلاث وحدات عندك. يعني هي معلوماتنا في الموضوع ده مش هتلاقيها بس أنت بعدت قوي. مسقط عمان. ما. أنت بتتكلم عن العاصمة وإيش العاصمة؟ ماشي مسقط وصلالة. حلو. و. اثنين حلوينة. هو مسقط. مسقط. وصلالة. صلالة. صور. 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 طبعاً. صحار وصحار ونزوه ونزوه عمي. لا انت شكلك زائر عمان قبل عمي. بحطوك كذا رحت قبل كذي. رحنا كلنا عمان. احنا كلنا عمان. بس وش سبب الزياره لعمان؟ لا كانت دراسه. كانت دراسه. وش رايك في اهل عمان؟ تعامل الناس طيبين جدا ومحترمين جدا ناس طيبين جدا جدا. ظفره ظفار 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 هي السياح اللي يروحون لها وايد بعد ناس يسمها مسقط صحار صلالة صلالة مسقط مسقط صحار او صحاري صحار صحار حلو. ما في انت صوب بعد في عمان. بعد في عمان في بعد منطقة ثالثة سياحية منطقة شبيهة الى صلالة السياحية صح. لا زين عمي الوريد اهل عمان اللي تتابعونا كتبوا لنا وش المنطقه السياحيه غير صلاله في عمان. كتبوا لنا في التعليقات صلاله صلاله بس ما عارف غيرها. لا ما يصير ما إيه. تعرف العاصمه. ما يصير ما تعرف العاصمه. مسقط مسقط حلو مسقط. متابعينا وحبايبنا من كل محل ومن البحرين بالذات كتبوا لنا خمس مناطق في عمان. وجمهورنا العماني كتبوا لنا معلومات ما نعرفها عن عمان ولا شفناها في عمان. قولوا لنا حبايبنا. يعطيكم العافية. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا الجميلة واللطيفة على قلبي وعلى قلب كل الشعب العماني وعلى قلب كل الجيش الصرلابي. هاي الحلقة كانت علشان الجمهور العماني وعلشان أهل عمان. ونتمنى من الجمهور الغالي اكتب وين تنبل الصرلاب في الحلقة الجاية. وما أنسى أقول لكم أن هذا الفيديو كان برعاية بطاطس أبونا. عربة بطاطس أبونا أيدي بحرينية 100%. لا تنسون تدعمونهم وتحضرون لهم في شارع المركادو يا الجيش الاسطرلابي وكل اللي يحبون الاسطرلاب والأيدي البحرينية. إحنا ندعمها وهي تدعمنا. يعطيكم العافية. أبو هاشم الوريد وإيش عندكم من أطباق؟ عندنا أطباق فرنش فرايز بطاط فرش نسويه يوميا وفي مجموعة من السوسات ومجموعة من الإضافات. حلو. قطعة برجر نقطعها لحم فوق الطبق حسب رغبة الزبون يعني نشكله. زين عمي الوريد حبيبي وين يصير موقع؟ موقعنا حاليا في الجنبية قبال مجمع المركادو. حلو. وانت جاي من الهايواي عند اللولو موجودين. احنا موجودين اول يعني اول نعم. اول كابينة محطوطة في شارع المركادو. عندنا مكان بعد قاعدة حياكم.